بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا وهدم سياج العداوة وأبطل فرائض الناموس في جسده. هيك بتبلش رسالة الأحد من رسالة بولس إلى أهل أفسس الإصحاح الثاني الآية 14 للآية 20. رائع لأنه هو سلامنا. وملفت للنظر بنفس الوقت القديس بولس رغم أنه في الحبس كان مسجون في روما وقت اللي كتب هالرسالة عم يحكي عن السلام، رغم الخوف والمخاطر عم يحكي عن السلام، لأنه السلام اللي بيحكي عنه نابع من المسيح يلي حل فيه، من الروح الذي سكن فيه، منه أي سلام آخر بشري. والشغل الثاني اللي بتلفت لي نظري شخصياً إنه بولس مثل كل أباء الكنيسة ما بيحكوا نظريات، بيحكوا أمور عملية، بيحكوا خبرات شخصية، وهذا هو اللاهوت بالكنيستنا الأرثوذكسية. وبيقول جمع الاثنين إلى واحد، المقصود طبعاً اليهود والوثنيين يلي كانوا في عداوة، وأبطل فرائض الناموس في جسده. صورة هدم سياج العداوة اللي حكى عنه بالآية 14 مأخوذة من الهيكل، هيكل سليمان. كان في فصل سياج معين يفصل بين اليهود يلي يدخلوا إلى داخل الهيكل للصلاة وإلى الوثنيين أو الأمميين، كانوا يقعدوا وما وراء السياج وممنوع عليهم الدخول بخطر الموت حتى. وأبطل فرائض الناموس في جسده. هون بدنا ننتبه على شغلة، المسيح أبطل الفرائض يلي ممكن تخلق عداوة، الأكل والصوم والتطهير والغسيل وكل الفرائض العملية يلي كانت موجودة عند اليهود، ولكنه لم يبطل فرائض التعليمية كالوصايا العشر وما إلى هنالك. هذه نقطة مهمة جدا لازم ننتبه لها. اليهود والأمم، السماء والأرض، إذا بدنا ناخذ جمع الاثنين إلى واحد، جمع كل الأعداء، بس المعنى الأخير، المعنى اللاهوتي، هو جمع السماء بالأرض. البشر صاروا متحدين مع السماء والسماء متحدة مع الأرض. بالآية 17 رائعة جدا بيقول جاء وبشركم بعيدين وقريبين. البشارة، رسالة الخلاص صارت للجميع، إن كنت قريب من الناموس أو إن كنت قريب من الديانة اليهودية أو بعيد وثني أممي، البشارة للجميع، ما بقى في فرق. وبالآية 18 بيقول لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب. كلينا، المقصود القريبين والبعيدين، كنا يهود أو غير يهود. كلمة قدوم رائعة جدا ومأخوذة من أمور عملية كانت تصير بالزمانات. إذا شخص بده يدخل عند ملك معين كان في الحاجب يلي يستدعيه وبيمسك بإيده وبيدخله لعند الملك، بيقدمه عند الملك. هيدي الشغلة عملها يسوع المسيح، نادانا، مسكنا بإيدنا وقدمنا إلى الله الآب. بدي أنتقل للآية 19، لستم بعد غرباء ونزلاء بل رعية مع القديسين وأهل البيت. أجمل من هيك ما بقى يصير. الضيف يا إخوي هو مجرد ضيف بفوت وبيطلع، ما بهمه شو عم بيصير بالبيت. أهل البيت بهمهم شو عم بيصير بالبيت، إلهم حقوق في هذا البيت، الحقوق صارت للجميع، الكل صاروا من أهل البيت، يعرفوا شو عم بيصير، يتمتعوا بما في البيت، وبنفس الوقت عندهم حقوق وواجبات في هذا البيت. وهذه مشكلة على المستوى الرعائي لازم ننتبه لها، أنه مرات كتير ما منشعر أنه نحن علينا واجبات، فقط نعتبر أنه عنا حقوق في الكنيسة. ربنا يجعلنا جميعا أبناء ونشعر دائما أنه نحن في بيت ربنا ونكون عائلة وحدة. آمين.